هذه بذور لأشجار، بس هني مكتوب البنسيانة، ما أعتقد أن بذور البنسيانة. هذه بذور البنسيانة تصير أطول شوية وأفتح. طبعا نسخن ماي ونخلي البذور داخل الترمس هذه، نسكر عليهم لمدة يومين، نضيف عليهم ماي حار. نسكر عليهم، نتركهم لمدة يومين، بعدين نزرعهم. نصليهم هني لمدة يومين. اليوم راح نزرع البذور اللي نقعناها قبل يومين بالماء الحار وخليناها بالترمس هذا. مكتوب عليها ان بذور بنسيانة، بس انا شاك فيها ان بذور بنسيانة، اعرفها شلون صايرة، لكنها بنفس الصلابة يعني صلبة، فنقعناها اليوم على اساس انها تصير شوية لينة ونزرعها. هما نوعين من البذور حصلتهم فبزرعهم اليوم. طبعا نجهز الصينية ونجهز تربتها ونعطيها ماء، بعدين نسوي فيها حفر صغيرة حسب حجم البذرة اللي احنا بنزرع فيها. هذه البذرة شوية حجمها عود، فالحفرة تكون تقريبا بحجمها، ونغطيها ونحط عليها ليبل، وإن شاء الله راح تنبت. مع أني أنا كنت زارع بذور بنسيانة من قبل وانبتت كلهم، بس كل هذا يعتمد على نوعية البذور. إذا كانت البذور جديدة تنبت أكثر، يعني نسبة الانبات فيها يكون أعلى من البذور القديمة وما تدري شلون طريقة تخزينها. يعني طريقة تخزين مهمة للبذور. نحط الليبل ونتركها ونسقيها ماء كل يوم. هذه طبعا زراعة المحمية. ما يحتاج